احنا ليه بنقول نبص على الرصيف دوت وليه ما بنقولش نبص على العمود او العائق اللي هنا؟ لان ببساطة لو انا دلوقتي لفيت من هنا وجيت لفيت كده وارد جدا ان السيارة شايفين السرعة تتخبط منك هنا. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، معاكم اخوكم شريف من قناة دنيا السيارات. اليوم ان شاء الله هنتكلم مع حضراتكم عن كيفية القيادة داخل المولات، مواقف المولات او مواقف البنايات السكنية اللي هي بيكون فيها اندر جراوند باركنج، المواقف اللي تحت الارض. يعني المواقف دي البعض بيجد صعوبة ان هو بيركن فيها لان بيبقى المداخل بتاعتها والمخارج ضيقة احيانا، فان شاء الله نقول لكم على طريقة يعني مميزة جدا هتخليكم ان انتم ما تجدوش اي صعوبة وانتم بتدخلوا في مواقف المولات او مواقف البنايات السكنية. احنا حالا دلوقتي مش هنطول عليكم، هنلف بس الدوار دوت وهندخل فورا ان شاء الله للمواقف. ما تنسوش بس يا جماعة ان انتم تضغطوا لايك على الفيديو عشان خاطر تدعمونا وتشجعونا، يعني زي ما حضراتكم شايفين الفيديوهات الاخرانية ما بتوصلش لعدد كبير من المشاهدين بسبب ان البعض بينسى يضغط لايك على الفيديو. طيب خلينا دلوقتي هنخش اهوت الموقف اللي جاي دوت، مش المواقف اللي بره دي، لا المواقف الداخلية. طيب انا داخل الموقف دلوقتي، اول حاجة هدي اشارة يمين. انا مش هلف المقود دلوقتي، هلف المقود امتى؟ اول ما الرصيف دوت يبدأ يختفي من امامي اهو، هلف المقود كده تمام. هتوضح لكم تاني طبعا دلوقتي بشكل اوضح. يعني لو في عندك مكان للكارت بتتوقف في رصيف اخر اهو امامي، همشي تجاهه، واول ما يبدأ فيه الاختفاء ابدأ ان انا الف مقود السيارة. يعني بمعنى ابسط في الاماكن الضيقة لما يكون في عائق سواء كان سيارة او رصيف، طول ما انت شايفه فانت مش هتخبط فيه. اما لو بدأ فيه الاختفاء، اللحظة دي هي لحظة الخطر اللي لازم انت عندها تبدأ تلف مقود السيارة عشان خاطر تبتعد عن العائق دوت وما تصطدمش بيه. طيب لفيت السيارة كده هتطلع على الاتجاه ده، لازم اعدل المقود مرة تانية. السيارة بتاعتي كده خلاص بقت مستقيمة، في رصيف هناك اهو، اول ما يختفي هبدأ الف المقود. شايفين في مساحة هنا زي ما حضراتكم شايفين كبيرة جدا ما بيني وما بين الرصيف اللي في اتجاه اليسار. خلينا مثلا نركن هنا دلوقتي، انا المكان دوت فاضي ده هركن فيه، هعدي الموقف اللي بعده تمام. طبعا مش هركن بالوش، هركن بالظهر. ليه؟ لان الموقف ضيق، وان شاء الله هعمل لكم حلقة تانية اشرح لكم فيها الموضوع دوت بالتفصيل. اول ما الموقف التاني دوت ينتهي والخط الابيض دوت اهو، المراية تبقى موازية عند الخط الابيض، السيارة عندي مستقيمة، هبدأ ان انا الف المقود كامل تجاه اليمين، وبعد كده اتحرك بالسيارة، ابدأ اوصل لاكتر مسافة اكون مطمن ان السيارة مش هتخبط في لو في عندك سيارات اخرى او لو في حائط زي كده. هبدأ بقى اعدل المقود والف. اول حاجة هنظر في المرايات دي، طبعا لازم اكون متأكد من الثلاث مرايات ان الطريق خالي ورايا مفيش اي اشخاص او في اي سيارات. طبعا لو انت خايف الناس تضايقك فممكن تشغل اضواء الرباعية زي كده. هجيب الجير على الار وابدأ ان انا ارجع بالسيارة. اول ما نهاية السيارة توازي عند الخط اللي انا هركن عنده ابدأ ان انا الف المقود زي ما حضراتكم شايفين كده، ان شاء الله تكون واضحة لكم في المراية. طيب هي واضحة لكم من هنا برضو، ان شاء الله تكون واضحة لكم في المراية دي. طيب السيارة دلوقتي بقت مستقيمة معايا خلاص، بطل الاضواء الرباعية، اعدل المقود وارجع. خلاص كده انا ركنت بشكل سليم رغم ان الطريق ضيق، هو طريق اتجاه واحد. ان شاء الله هعمل لكم حلقه اشرح لكم فيها الموضوع دوت مخصوص، بس خلينا دلوقتي نكمل اللي هي فكره ازاي ان انت بتلف في الاماكن الضيقه داخل المولات او داخل الاماكن السكنيه او داخل البنايات السكنيه. طيب خلينا اوريكم برضو الخط هنا اهو تمام. انا كده مش يعني في مسافه، طبعا لو في سياره هنا هيبقى في مسافه بيني وبينها، وفي مسافه عند الخط بتاع السياره اللي انا راكن فيها، وزي ما حضراتكم شايفين هي مستقيمة. ان شاء الله يعني لو لقينا تفاعل على الفيديو دوت، لايكات وتعليقات، ان شاء الله هنحاول قدر الامكان ان احنا نصور لكم الحلقة اللي بعدها بتاعت الركنة ديت بشكل سريع ان شاء الله. طيب خلينا نخرج دلوقتي، انا مش هلف المقود، انا خارج مستقيم اهو، ما مسكتش حتى المقود زي ما حضراتكم شايفين.
طبعا مش شطاره مني يعني، بس عشان اقول لكم ان انا ما بلفش المقود دلوقتي، الفه امتى؟ خلاص السياره المرايه هنا، المرايه اللي موجوده ديت عدت العائق دوت، سواء سياره او سواء حائط عمود يعني او اي شيء، ابدا ان انا الف المقود. في مطب هنا ارفع قدمي بشكل بسيط جدا عن الفرامل واسيب السياره تطلع المطب بسرعتها العاديه. طلعت السياره خلاص بكمل، ما طلعتش اضغط سنه صغيره بنزين. طيب المطب دوت عالي شويه، رفعت قدمي بشكل بسيط وتدريجي عن الفرامل، السياره ما طلعتش. ليه؟ عشان دوت مطب عالي، واغلب المواقف بتاعت البنايات السكنيه او المولات بتكون عليها مطبات عاليه زي كده. في الحاله دي هضغط سنه صغيره بنزين وادوس فرامل، اول ما العجل الامامي يعدي من المطب ادوس فرامل عشان العجل الخلفي ما يتهبطش بيه السياره. طيب الرصيف هنا اهو اختفى، هبدا الف المقود. شايفين المساحه فاضيه ما بين قد ايه وما بين العمود دوت؟ خلاص اعدل المقود تاني اول ما السياره تبقى مستقيمه. طيب احنا ليه بنقول نبص على الرصيف دوت وليه ما بنقولش نبص على العمود او العائق اللي هنا؟ لان ببساطه لو انا دلوقتي لفيت من هنا وجيت لفيت كده، وارد جدا ان السياره شايفين السرعه تتخبط منك هنا. خلينا نرجعها تاني، انا كنت قلت لكم عليها قبل كده في حلقه مشابهه، قلت لكم ان هي ان انا بوسع لنفسي، يعني اخر حته انا اقدر اشوفها من الاتجاه اليمين دوت هي دي اللي انا بروح عندها اهو. خلاص اختفى من امامي الرصيف، او بدا بس ان هو بتلحظ ان هو يختفي. تلف المقود كامل تجاه اليسار وتبدا تعدل المقود اول ما السياره تبقى مستقيمه. اهو المطب العالي مره ثانيه، السياره طلعت عليه. طيب في حاجه من التدريب على الابعاد، يعني انا كان نفسي اعمل لكم حلقه عنها بس يعني فرصه هنا موجوده. هنا شايفين المكان دوت، ده المفروض ان انا دلوقتي اعدي منه، لان هو ايه يعني المطب فيه تقريبا مكسور او حته متشاله منه، فالمفروض التدريب على الابعاد اصلا بيبقى مساحه ضيقه زي كده، بتبقى ماشي في خط مستقيم وبيكون عندك مكان فيه مثلا زي اطارات السيارات حضراتكم عارفينها، ده بيبقى في مراكز التدريب الكبرى، بيبقى فيه موجود كده زي اطار مطاطي على اليمين وعلى اليسار، المدرب بيقول لك عدي من فوق الاطار ده، عدي العجله اليمين من فوق الاطار الموجود، الاطار المطاطي اللي على الارض في اليمين، والاطار اليسار تعدي بيه المطاط اللي موجود في الارض دوت على اليسار. ده المفروض ان هو التدريب على ابعاد السياره زائد طبعا الاقماع. طيب انا هبدا الف هنا اهوت، الرصيف ده بدا يختفي من عندي تمام. الحته الضيقه ديت ناس كتير بتشتكي منها، وناس كتير ممكن تطلع زي ما حضراتكم شايفين كده، مش عارف هتبان لكم في الكاميرا، في اثار هنا لسيارات كانت طالعه على الرصيف ده. طيب انا السياره بتاعتي لسه مستقيمه، اول ما اختفى بس اول ما شفت اول جزء عندي بيختفي من عنده هلف المقود اهو، والمسافه عندي بعيده هنا، السيارة اتعدلت لازم اعدل المقود مرة تانية، والا هطلع على الرصيف اللي في الاتجاه ده. طبعا ده زي ما بنقول لحضراتكم لازم تدريب عليه مع مدرب محترف وداخل مدرسة لتعليم القيادة عشان خاطر ان انت هتتعود على قواعد القيادة الامنة. طيب حضراتكم دلوقتي احنا هندخل على مواقف اخرى، ده هنا يعني كارفور سيتي سنتر، مداخل زي ما بنقول لحضراتكم بتبقى اتجاه واحد وصغيرة في بعض الاحيان. اهو هلف المقود بتاعي زي ما قلت لحضراتكم، اول ما تلمح ان الرصيف هينتهي خلاص تبدا ان انت تلف المقود بتاعك. حاليا تعدل المقود، اول ما السياره تبقى مستقيمه تعدل المقود، او اول ما الطريق يعني يبقى مستقيم بتعدل المقود بتاع السياره. هنا هلف اهو، انا ماشي مع نهايته، ماشي مع نهايه الرصيف مش شايفه، ومن هنا في مسافه كويسه برضه بوسع نفسي من الاتجاه ده، لان الاتجاه دوت انا مش شايفه تماما، فالحاجه الوحيده اللي هقدر اقيس عليها هو الاتجاه اليسار. المطبات دي بتبقى عاليه شويه عشان طبعا الناس تهدي سرعتها ما تزيدش عن 20 كيلو داخل المواقف العامه دي. طيب المدخل اللي جاي دوت ضيق، طبعا الاسهم بتقول لك يعني اذا كنت هتعرف ليك احقيه ان انت تدخل ولا لا، هدي اشاره يسار وهبدا الف المقود بتاعي بعدين اعدل المقود.
الحلقة دي طبعا يعني مش للمبتدئين بشكل اساسي، هي للناس اللي حصلت على رخصة القيادة وبيجدوا صعوبة في القيادة داخل مواقف المولات او مواقف البنايات السكنية. اتمنى ان شاء الله يعني تكونوا حضراتكم استفدتم من المعلومات اللي احنا قلناها، وما تنسوش يا جماعة رجاء ان انتوا تضغطوا لايك على الفيديو عشان خاطر تدعمونا وتشجعونا، ولو لقيت تفاعل كبير ان شاء الله يعني هختار وقت مناسب نحاول ان احنا نصور الحلقة اللي هي بتاعت الركن في الاماكن الضيقة داخل مواقف المولات او ما شابه في البنايات السكنية او اي اندر جراوند باركن، وان شاء الله حضراتكم تستفادوا منها جدا. شكرا جزيلا جدا لحضراتكم على المشاهدة، ونلقاكم قريبا جدا ان شاء الله.